نبقى مع بطولة اتصالات المغرب، حيث يستهل غدا فريق اتحاد طنجة حملة الدفاع عن لقبه عندما يستضيف فريق سريع واتزم ضمن مباراة الأسبوع الأول للبطولة، ويطمع فارس البوغاز الحفاظ على إنجازه التاريخي المتمثل في نيله لأول لقب في تاريخه والمنافسة على مسابقة كأس العرش ودور أبطال إفريقيا التي سيدخل غمارها الفريق الطنجاوي لأول مرة في تاريخه. وأخذ ممثل عروس الشمال فترة تحضيرية جيدة، وقام معسكر محلي استمر لمدة 3 أسابيع قبل أن يشود الرحال إلى تركيا لاستكمال تحضيراته. وأجرى إدريس المربة عدة تغييرات على تشكيلته برحيل بعض اللاعبين الأساسيين كالحارس رضا تقناوتي وأحمد حمودان، وضم 12 لاعبا أبرزهم عبد الكبير الوادي وعمر نجدي وعصام لحلافي.